أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي من الرياض، وأيضا الصحفي عقيل حسين الكاتب والصحفي من باريس. عقيل، برأيك هل ستتدخل واشنطن عسكريا إلى جانب حليفتها قسد في حال كان هناك عملية برية؟ طبعا لا يمكن أن تتدخل بشكل مباشر عسكريا. أقصى ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة هو أن تثني الأتراك عن شن هجوم عسكري بري ضد قوات قسد، لكن أن تواجه تركيا فهذا من المستحيلات، ناهيك عن أن الأمر لا يمكن أن يتم السماح بتطوره إلى هذه المرحلة. اليوم لدينا اتصالات على مستوى قيادات الأركان ووزارتي الدفاع في البلدين، وهناك مندوبين أمريكيين وصلوا إلى أنقرة وعقدوا اجتماعات مع نظرائهم من الجانب التركي، ويقال إن بعضهم انتقل إلى القامشلي لعقد لقاءات مع قيادات قسد من أجل حل هذا التوتر وهذا التصعيد. أما الحديث عن أنه حتى النظام نفسه، يعني حتى إيران، حتى روسيا، يعني حتى حزب الله لا يمكن أن يدخل في مواجهة مع الأتراك من أجل عيون قسد. الحقيقة قيادة قسد أثبتت أنها فاشلة على مختلف الصعد. عسكريا نلاحظ ونشاهد ونرى كيف تتلقى هذه الميليشيات الضربات القاسية والمتكررة والعنيفة من جانب الجيش التركي دون أن تتمكن، ليس من الرد، هذا الرد مفروغ منه، لا يمكنهم الرد، لكن دون أن تتمكن من حماية الأهداف التي تركز عليها تركيا، لا تستطيع تجنب وتجنيب هذه الأهداف، تلك الضربات الجوية. هذا من الناحية العسكرية. من الناحية الاستخباراتية تبين أيضا أنهم مجرد تنظيم فاشل على عكس ما حاولوا أن يروجوه باستمرار. وأخيرا على الصعيد السياسي، عندما تكرر في كل مرة ارتكاب نفس الأخطاء وتقع في نفس المطب دعام 2017 على الأقل إلى اليوم، فأنت فاشل سياسيا. ما أتيح لخوات سوريا الديمقراطية ولقيادتها من إمكانيات ومن علاقات ومن تحالفات لا يمكن أن يحظى بها أي فصيل أو أي تنظيم أو أي حزب سياسي على الإطلاق. تم التعامل معه كدولة وكحكومة، لكن بسبب هيمنة القنديليين من قادة حزب العمال الكردستاني على هذه القيادة الفاشلة والضعيفة، فيعني الآن يتداعى مشروعهم. للأسف الشديد هذه نتيجة طبيعية لأي طرف يهيمن عليه الإرهابيون. نعم العميد أسعد، يعني أردوغان تحدث بأنه سيقوم ب وتعهد أيضا للشعب التركي بأنه سوف يقوم بحماية وتأمين كافة الحدود الجنوبية لتركيا. برأيك يعني في حال كان وجود هناك عملية برية، ما هي النقاط التي يمكن أن يهاجمها الجيش التركي؟ يعني عندما نتحدث عن عملية برية، حقيقة يجب أن نقول بمساعدة الجيش التركي لفصائل الجيش الوطني. فصائل الجيش الوطني هي المعنية أولا وقبل كل شيء في العملية البرية، وهذا حق، وبالتالي لا يستطيع العالم أن يوقف هذه الفصائل لأنها تريد أن تحرر أرضها من الاحتلال الكردي القنديلي. يعني دير الزور والحسكة والرقة، هذه مدن عربية سورية محتلة من قبل أكراد من جبل القنديل، وبالتالي حقهم الطبيعي في تحريرها. لكن عندما نتحدث عن سؤالك يعني حول، لا شك أن يعني كما تحدث فيه الرئيس أردوغان أن 30 كيلومترا باتجاه الجنوب من الحدود، من حد الحدود التركية السورية وباتجاه الجنوب، أعتقد مبدئيا هي كافية لتأمين الأمن القومي التركي. لكن أيضا ما بقي من هذه الأرض على هذا واجب على مفصل الجيش الوطني أن تقوم بتحريرها. هناك ثروات هي تابعة للشعب السوري وليس تابعة للقنديل. يعني انظر إلى آلاف الصهاريج من النفط التي تنتقل من هذه المنطقة باتجاه جبال القنديل. من يأخذ القمح؟ من يأخذ القطن؟ من يأخذ الغاز؟ من هذا المنطلق يعني، ولا أقول لك يعني عودة سياسية، لأقول يعني هؤلاء ربما يعني أصبحت أهدافهم موقحة أكثر من اللازم. هم دخلوا لصالح النظام من أجل مقاتلة الأكراد،
مقابل الأموال، ثم دخلوا لمحاربة داعش لجانب أمريكا أيضا من مقابل الأموال. وتحدث الرئيس ترامب عندما قال نحن أدخلناهم بالمال لمحاربة داعش، لكن تبين أنهم أسوأ من داعش. إذن يعني انتهت أهدافهم وانتهى المطلوب منهم، وهم عبارة عن بندقية بيد النظام أو بيد أمريكا أو بيد غيرها مهجورة. إذن انتهت، لماذا إذن كل ما يتحدث به هو وقحة؟ ويجب حقيقة على تركيا والجيش الوطني متابعة هذه العملية البرية، سواء وافقت أمريكا أو لم توافق. وليس من حقها أمريكا أن ترفض أو توافق، ليس من حقها، هي دولة محتلة لسوريا، يعني أمريكا دولة محتلة مثل روسيا مثل إيران. وبالتالي عندما يتحدث الرئيس أردوغان عندما نقاط، لا يمكن هناك أن تكون نقاط، النقطة التي يجب أن يصل عليها الجيش التركي والجيش الوطني هي النقطة التي يضمن فيها عدم خروج أي إرهابي من هذه المنطقة باتجاه الأراضي التركية. نعم، لكن يعني تركيا تطالب بهذه المسافة بحدود 30 كيلومتر من الحدود التركية السورية منذ سنوات، لكن لم تقدم على هذا العمل البري. أعتقد أن العملية الجوية يعني حقيقة لها نتائج جيدة جدا، وكما ذكرت لك يعني التمهيد الجوي عندما يستمر هذه الأيام وربما يستمر حتى 20 يوما، هذا التمهيد كفيل تماما بتدمير كل البنية التحتية وخطوط الدفاع وحتى جهاز النار ومرابط المدفعية ومقرات القيادة المتعلقة بقصد، وبالتالي لم يبقى ربما إلا بعض المتزقة الذين يسيرون كمشاة أو عناصر ميكانيكية ليس أكثر من ذلك. لن تقوم لهم أي قائمة إطلاقا بعد الآن، وبالتالي ربما هم يعني يسارعون إلى الهروب أو يسارعون إلى أن يعودوا إلى يعني قبضهم بشار أو مشغلهم بشار. هذه النتيجة الطبيعية. إذن العمل الجوي الطويل وبالتالي التمهيد الجوي الطويل بالتأكيد سيساهم في حسم المعركة، لكن يعني لابد من وجود عنصر المشاة على الأرض يرفع العالم وليقول نحن وصلنا إلى هنا ويحدد مكان الوصول، وبالتالي هذه المنطقة أصبحت ضمن الأمن القومي التركي. نعم. هذا هو دور العنصر المشاة. لم يكن اليوم دور عنصر المشاة هو فتح النار أو احتلال أراضي. نعم. نعم، يعني لفتت حضرتك بالفعل هناك تقارير تتحدث بأن قسد ربما تلتفت وتعود لنظام الأسد من أجل الدفاع عن هذه المناطق وفق وصفها من الطيران التركي. كيف تقرأ ذلك عقيل؟ حقيقة يعني كالمستجير من الرمضاء بالناري والتم المتعوس على خايب الرجاء، هل يستطيع النظام بالأصل حماية نفسه ومطاراته ومواقعه العسكرية من الاستهدافات المتكررة التي تطالها إسرائيليا وأمريكيا؟ هل لدى النظام المنظومة الدفاع الجوي المتطورة أو أصلا الفعالة لأن يوقف الغارات الجوية التي يتعرض لها بشكل متكرر من قبل إسرائيل؟ لو أن باستطاعته أن يحمي نفسه، لكن قلنا أن قسد محقة بالبحث عن حماية يمكن أن يقدمها أو يوفرها لها هذا النظام. إذن يعني ما جدوى هذه الاستجارة بنظام بشار الأسد؟ هي رسائل سياسية لا أكثر. تعتقد قسد أنها إذا أقنعت النظام بنشر منظومات دفاعية جوية في مناطق سيطرتها وتشكيلات من حرس الحدود والهجان على الحدود بينها وبين تركيا، فإن ذلك سوف يجعل الأتراك يتوقفون عن مهاجمتهم، وسوف يكون ذلك مقنعا للعالم بأن قسد لم تعد موجودة على الحدود الجنوبية لتركيا، بينما تركيا تعلم وتدرك يقينا أن هذا الأمر إن تم وفق المعطيات والمحددات أو المحددات التي تطلبها قسد سوف يكون انتشارا شكليا لقوات النظام لن يمنع بأي حال من الأحوال هجماتها ولا اقتراقاتها ولا عبور العناصر الإرهابية إلى داخل الأراضي التركية من أجل تنفيذ تفجيرات مماثلة لما حصل في إسطنبول في 13 من هذا الشهر. وبالتالي نحن أمام رسائل سياسية في جزء منها أيضا موجه للأمريكان بأنكم إذا لم تستمروا في حمايتنا وتقنعوا الطرف التركي بالتوقف عن مهاجمتنا فإننا يمكن بالفعل أن نعود إلى حضن النظام كليا. نعم، يعني ودائما ما نسمع سقوط
من سقوط قتلى من عناصر نظام الأسد نتيجة الحملة الجوية العسكرية التركية، آخرها اليوم سقوط ثلاثة قتلى لنظام الأسد في العملية. هي النقطة، يعني لو أن هؤلاء القتلى بالفعل من قوات النظام لكنا شاهدنا أو سمعنا رد فعل من وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد. صحيح لم نسمع سوى لم نسمع رد فعل رسمي، شاهدنا وقرأنا نعوات في بعض المواقع وصفحات الفيسبوك أن هؤلاء القتلى من قوات. أنا أعتقد هذا الكلام كذب، هم مجرد مقاتلين جندتهم قسد من مناطق سيطرتها، مساكين لبستهم ثياب وزي الجيش النظام ورفعت فوق هذه القصيرة التي تغطي رأسهم علم النظام على أساس انتشرت هنا قوات النظام ويا تركيا خلاص. نعم يعني نعم، أود أن أسأل العميد أسعد في دقيقة واحدة، سيادة العميد برأيك متى يمكن أن يكون موعد العملية العسكرية البرية؟ لا شك أن هناك تقديرات عسكرية واستخباراتية معروفة تماما، يعني لو عدنا إلى المصطلح العسكري الحقيقي يمكن أن نفهم لذلك من خلال نتائج الأعمال القتالية. كل طلعات جوية سنحسب الطلعات والذخائر والأماكن التي تم إخراجها أو تدميرها بشكل كامل كنسبة إخراج، وعندما تعلم قيادة الأركان أن نسبة التدمير بلغت 65% فعند ذلك تقول أنا الأوان للعملية البرية. إذا لم يكن هناك عملية برية يمكن أن تصل نسبة التدمير حتى 95%، يعني إذا دمرنا 95% من البنية التحتية وقوات الدفاع التابعة وأسلحة القصد فلا حاجة إذن عندئذ للعملية البرية، لم يعد هناك حتى ربما شرطي يملك بندقية على الطريق. لكن إذا وصلنا لمرحلة يعني 60 أو 65% من التدمير عندئذ وأردنا أن نعمل يعني نقوم بعملية برية بالمصطلح العسكري يجب أن تبدأ العملية البرية. هذا يحسب بناء على عدد الطلعات والذخائر والأهداف التي تم إخراجها أو نسبة التدمير أو الإخراج. نعم أشكرك جزيل الشكر العميد أسعد الزعبي المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معي من الرياض، كما أشكر ضيفي الصحفي عقيل حسين كان معي من باريس، والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، دمتم بخير وإلى اللقاء.